الشاب منخفض الكفاءة السياسية ليس مكانه البرلمان. منخفض الكفاءة السياسية، البرلمان مكان لمن يجيد المهارات السياسية. لأن ما أتحدث عن السياسة، أنا ما أتكلم عن جمعية سياسية، السياسة حين نمارسها في الحياة. الشاب المنخفض الكفاءة في مجال التفاوض مو مكان البرلمان، الشاب المنخفض الكفاءة في المجال التشريعي مو مكان البرلمان، الشاب المنخفض المكان القدرة في الخدمات الاجتماعية مو مكان البرلمان. البرلمان محتاج إلى كفاءات معينة في مهارات مختلفة، يجب أن يكون واحد صنع نفسه من قبل. هل الشاب ذي كان مثلا يعني أيام الجامعة كان عضو في مجلس الطلبة، بعد الجامعة دخل إلى نادي رياضي، كان يشارك في جمعيات اجتماعية، ما يصير تشك تشباك تبي تصير نائب، ما يصير. حالة الصدفة ذي ممكن تنجح مع البعض، لكن هي مو بزينة ولا بصحية للمجتمع. البرلمان مسؤولية كبيرة، لا بد أن يكون واحد يعني أنت لما تعد نفسك للحصول على وظيفة تدخل إلى الجامعة وتأخذ كورسات، نفس القصة البرلمان. معهد التنمية السياسية متوفر ودورات مجانية وعلى حساب الدولة، وفي عندك جمعيات مجتمع مدني كثيرة. المجتمع البحريني مجتمع فاعل جدا، في فترة من فترات وصل عندنا 600 جمعية شبابية. اليوم في كثير ممن قدموا نفسهم للترشيح يعني السي في مالهم يفتقر الى العمل الاجتماعي بشكل مؤسساتي. العمل داخل البرلمان يحتاج الى من يجيد العمل داخل اللجان. البرلمان النائب مو بس ساكبه ووقفه وميكروفون، النائب البرلمان عنده عمل داخل اللجان، عنده تفاوض مع المؤسسات الحكوميه، عنده قدره على ربط الاشياء مع بعض، ربط الفرص اللي موجوده في البلد. البحرين لاند اوف اوبورتونيتيز، يعني ارض الفرص، فيها فرص كثيره جدا تحتاج الى من يسوقها. البرلمان اللي يدخل يجب ان يسوق بلده ايضا. البحرين بلد جدا جيد، البحرين ترتيبه على العالم 42 على العالم في التنميه البشريه. تعرف يعني شنو التنميه البشريه؟ تعريف التنميه البشريه هي توفير خيارات موسعه للبشر، توفير فرص موسعه للبشر. لذلك البحرين جابت الترتيب 42 على العالم. البحرين في فئه الدول الاسكندنافيه، يعني معها سويسرا وفنلندا في نفس الفئه، هي تجيب من الاول الى الثالث الى الرابع، النرويج وهذه الدول. البحرين ترتيب 42، ما هو بعيده عن الدول الكبيره ابدا. ليش؟ لان فيها فرص متعدده، فيها فرص متنوعه، فيها حياه جيده، فيها كواليتي اوف لايف. يحتاج الى ان يكون الشخص اللي في البرلمان ايضا مسوق جيد حق بلده، مو العكس. احنا انا واحد من الناس اللي تضايق اذا احيانا احنا دورنا بس فقط ابراز السلبيات في العمل، عرفت؟ أنا دوري كبرلماني أيضاً مو بس إبراز السلبيات، لا، أيضاً إيجاد الإيجابيات في البلد. محمد، لا تربطها بفئة عمرية، الموضوع مرتبط بكفاءة مو بفئة عمرية. قد يكون واحد مو شاب كبير في العمر تعدى مرحلة الشباب لكن لا يملك الكفاءة، لكن أيضاً في إحدى السنوات فئة من فئة الشباب منخفضة الكفاءة السياسية ترشحت للبرلمان، موجود. المشكلة في الناخب بالدرجة الأولى، الناخب إذا بيعاقب دائما هني المشكلة. إحنا في 2002 في الغالب كان اختيارنا حق الجمعيات الدينية أو المتدينين، خلينا نقول في 2006 قلنا لا بنختار المتحزبين والجمعيات السياسية. 2010 صارت ردة فعل في المجتمع، بدأت ردة الفعل، قلنا ما نبي متحزبين نبي مستقلين. 2014 صارت ردة فعل أخرى، ما نبي مستقلين نبي خدماتيين. لذلك كان إنجازات بعض النواب في البرلمان في 2014 رصيف، لفة، اقتراح بإنشاء مدرسة. 2018 أيضا صارت ردة فعل ضد الخدماتيين، قلنا بنختار الشباب. اليوم احتمال تصير ردة فعل. اليوم لو تسمع اليوم المسج الاجتماعي اللي موجود داخل الميالس، الناس عندها ردة فعل ضد الحاصلين على شهادات أكاديمية. يقولك نبي نختار أشخاص غير حاصلين على شهادات أكاديمية، يعني ممكن يكون خريج مثلا ثانوية أو إعدادية، وأنا ما أقلل، وهذا موجودين في المجتمع، بس لا يعني أن هذا الستاندرد البحريني. بحرين شعب متعلم، مثل ما قلت لك ترتيب البحرينيين على العالم 42 على العالم في التنمية البشرية، فيفترض أنه ينعكس في اختياراتنا حق المجلس حق البرلمان. الإسلام لا يجر رجال دين، مخطط تماما من يلبس الدين لفئة معينة أو لتخصص معين. الإسلام كلنا رجال دين وكلنا نبرز ديننا. أنا أتمنى أن يوما ما يوقف على المنبر مهندس يقول لي خطبة في الجودة،
من ناحية إسلامية. أتمنى أن يقف على المنبر رجل شرطة يقول لي خطبة في النزاهة. أتمنى أن يقف على المنبر رجل تقني فني كمبيوتر يقول لي خطبة في شلون يحافظ على أسرار الناس، مو في شلون في الهكر. الإسلام أعطى الحياة الدينية، خلاها في حياتنا إحنا. في أماكن أخرى شالوا الدين من بلدهم حطوه في بلد آخر، لبسوا رجال معينين، قالوا الإنسان مدني. في حياتنا ما يوجد هالأمر. بعدين أنا يا أخي قارئ، ما أقدر أقول عن روحي مثقف، بس في فرق بين المثقف وبين المتعلم. شوف، العرب قديما كانوا بيدخلون حرب، يأخذون الرمح يودونه للحداد، الرمح معوج شوي، فيقولون للحداد ثقفه تثقيفا، أي أصلح اعوجاجه. الثقافة هي ما يصلح اعوجاج السلوك. الثقافة ليست معلومات، الثقافة سلوك، والسلوك محمد أهم من المعرفة. اليوم سلوك الإنسان في الالتزام هو اللي يخليه ينمي معرفته. أنا وايد خايف على الجيل، الأطفال الطلبة اللي درسوا أونلاين، مو بسبب الدراسة، خسروا كم كبير من حياتهم في الالتزام. الشغف هو الوقود اللي أنت تعيش به، إذا فقدت الشغف اليوم فقدت كل شيء. الإنسان المكتئب فقد الشغف في الحياة. البعض يملك شغف واحد، والبعض يملك أكثر من شغف. مشكلتنا في العالم العربي أن احنا نحرم الناس من تعدد الشغف، وهذا شيء موضوع خاطئ جدا جدا جدا. اليوم جامعات العالم العربي تحرم عليك أن تتخصص في أكثر من تخصص. المجتمع يحاربك إذا كنت تملك أكثر من تخصص، يقولون سبع صنايع والبخت ضايع. ليش نحرم اليوم الناس من أن يقدر يخوض في أكثر من مجال، ويتعلم أكثر من مجال، ويحصل على شهادة في أكثر من مجال؟ إنسان يمارس حياته بشكل طبيعي، يحب الرياضة، يقرأ، أب يربي عياله، يمر بظروف معينة ويشرحها للناس. يعني أنا حتى حسابي اللي أتكلم فيه شذرات، أنا مسمي شذرات في كشكول من كل. أنا مو متخصص في كل هذه العلوم، أنا أطرح رأيي. رأيي ما عجبك تقدر ترد علي عاري، مجال مفتوح. مثل ما عندنا قبل ميالس، ما زالت موجودة ميالس، اليوم أنا عندي ميلسي، والميلس دي في السوشيال ميديا، عندي في الانستغرام 70,000 أظن 70,000 75,000 أظن، هذول حضور المجلس. في التويتر عندي 30,000 حضور، 30-25,000 حضور المجلس. فأنا أطرح رأيي، رأيي اجتماعي. يعني عادي، والأمر مفتوح. لم نطرح رأيي، يعني ما أعتقد أني طرحت رأيي يوما ما كان هدف، يعني دام النية طيبة فالأمر مفتوح، فضاء مفتوح. أنا صحيح خريج IT كمبيوتر ساينس، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، يعني سنة 2002 تخرجت كمبيوتر ساينس، 2007 وصلت إلى مرحلة كونسولتنت إنجينير في شركة اتصالات، هذه أعلى شيء ممكن توصل له في الكمبيوتر ساينس. بعدين انتقلت من هذا التخصص، رحت إلى تخصص التقييم المؤسسي، دخلت في 2007. 2018 أنا رئيس لجان التقييم في 3 دول في الخليج، وهذه أعلى منصب ممكن توصل في التقييم المؤسسي في مجالات مختلفة. يعني حتى في الصحافة دخلت محرر في 2005. 2010 أنا رئيس قسم في صحيفة في المجال الرياضي. كون ان انت تصل الى مرحله البيك في المنصب وتغيره، تدخل الى تخصص اخر، تعطيك فرصه انك تربط ما بين المهارات. الكمبيوتر ساينس مهاره حلول مشكلات، يعني مو مساله كودينج بس، تكتب كود وغيره وغيره، تتعلم شلون تحل المشكلات. عندما تقرا في علم الاجتماع تشوفه من زاويه حلول المشكلات. محمد، لو انا كنت خريج هندسه، الهندسه تعطيك مهاره تحليل وتشخيص مصادر المشكلة. لو قرأت التاريخ سأقرأ بهذه الكيفية، بهذه القالب. لذلك يجب أن لا نحجر على الناس تعدد الشغف، بالعكس ينمو المجتمع ويزهر أكثر بتعدد الشغف. في الإمارات هي جائزة أوسمة الشيخ محمد بن راشد المكتوم في عن حكومة دبي، وفي السعودية جائزة خاصة بالحكومة الرقمية. في الإمارات كنت رئيس لجان التقييم، السعودية رئيس لجان التحكيم. ففي التميز أو في التقييم المؤسسي في مستويات، في مقيم، وفي رئيس فريق تقييم، وفي رئيس لجان تقييم، وفي تحكيم.
لجنة التحكيم. رئيس لجان التحكيم يعرض على رئيس لجان التقييم يعرض على التحكيم والمحكمين النتائج النهائية وأسلوب التقييم والنقاط وأقوى النقاط في كل مؤسسة وأضعف النقاط قراراته أو توصياته، ويصير في نقاش على هذه الأمر. فهي الفرق ما بين التقييم والتحكيم. التحكيم وايد استراتيجي أكثر، ينظر إلى رؤية الدولة، ينظر إلى، والتقييم فني أكثر من جوانب تفصيلية. ففي الإمارات اتجهوا حق موضوع الجوائز من زمان. الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يعطيه الصحة والعافية طولة العمر من 98 بلش هاي العملية. السعودية أيضا عندها تجربة أعتقد من 2009 إذا ما خاب ظني، جائزة الملك عبد العزيز وغيره. فقاطعين شوط كبير هناك في ذي المجال، وهي صناعة لحالها. الأردن دخلت هذه الصناعة كبيرة، خرجت كثير من المقيمين والمحكمين والمدربين في هذا المجال. هو تخصص، هو علم الحالة، علم التقييم المؤسسي. يعني أنا تخصصت فيه في 2009 واليوم الحمد لله يعني في ثمار له. بس هي شوف، أنا أتمنى أن تدخل هاي الثقافة إلى البحرين، ثقافة التقييم المؤسسي، وتأكد أن أي قفزة في المجال المهني بهذه الدول كان لجواز تميز سبب رئيسي. البحرين أيضا في جائزة لأفضل ممارسات الحكومية، وفي جائزة أيضا سمو ولي العهد أيضا يقدمها، اللي هي جائزة الخاصة بالمدارس والجائزة الخاصة بفكرة، وجائزة أيضا الخدمات المميزة وغيرها. فالفكر الجوائز دائما هي أنا في نظري يقود إلى التغيير، يقود إلى التطور. وفي نفس الوقت الجائزة تعطي ريكوجنيشن، تعطي تاغينج. لذلك في دول مثل الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، كانت المؤسسة الفائزة يحطون درع كبير عند الباب. في الإمارات يسمونهم نجوم، 7 نجوم و6 نجوم و5 نجوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نهج من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عمر بن الخطاب الفاروق، أبو بكر الصديق، صناعة نموذج، صناعة تايتل. والناس بطبيعتهم يحبون التايتلينج هذا يعني. جدا لمين؟ طبعا محرك، جدا متعصب. وأنا أحب التعصب الرياضي، وأعتبر التعصب الرياضي تعصب محمود. بالعكس، الإنسان محتاج، شوف أقول لك، إحنا في حياتنا وايد في ضغوطات. الرياضة متنفس للتنفيس عن ضغوطاتك هذه كلها. وتعصب لمنطقة أو تعصب لفريق، بالعكس تعصب يخلق لك هوية، يخلق لك أسلوب تفكير، أسلوب عمل. لأن إحنا المحرك بالنسبة لنا مو بنادي رياضي، المحرك مدرسة بالنسبة لنا، مدرسة إدارية، مدرسة في أشياء كثيرة، مدرسة حتى في طريقة اللمة، طريقة الانتقاد. إحنا في نادي المحرك مختلفين، عندنا انتقاد صريح، عندنا لقاء مباشر مع أصحاب القرار، يعني أواجهه، ممكن أقول له أنت مخطئ، أنت مقصر، أنت كذا، أنت كذا. أنت تصنع مجتمع قابل للانتقاد، هو مو موقف صعب. اليوم لم يصبح موقف صعب، يمكن في بدايته كان صعب، اليوم هو أصبح يعني تجربة حياة وبراند لي. تعرف شو براند؟ يعني شيء أعرف نفسي فيه. أول شيء هو سقوط شعري وصابتي بالثعلبة، في بدايته صعب. الآن لا يمكن أتخلى عن الموضوع. مع العلم يعني أنا قبل 22 سنة لما أصبت بهذا المرض، اليوم في علاجات مضمونة بنسبة 95%، ما بغيها. لما عرفت أن الله سبحانه وتعالى وهبني هذا التحدي، وهبني إياه لخير، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أشغلني في اكتشاف نفسي من الداخل. الموقف الثاني، مريومة بنتي، مريم أصيبت بالتوحد. يعني اللحظة الأولى أنك تعرف أن ظناك مصاب بالتوحد صعب، بس اليوم مريم براند، مريم نموذج. يعني هاي المواقف تصنع أشياء كثيرة فيك. يعني تشوف أنت يكفي أنك تعيش على بلد حضارته أكثر من 4000 سنة، يكفي أنك أنت في البحرين، في بعض مناطق البحرين لما تحفر متر يطلع ماء. تعرف لما أنت تكون إنسان قريب من الماء يعني إيش؟ إحنا في البحرين محمد، العرضة البحرينية مش واقفة، مايلة، لأن إحنا أهل البحر، والبحرين يتعلم من البحر أن الخير يروح ويرجع بعد.
البحريني عنده، احنا يمكن من اكثر شعوب الخليج تستخدم كلمه المسامحه. حكي شي نقول مسامحه، ما نحب نزعل بعض. احنا يعني بعض الممارسات الجميله عندنا لما تمشي في شارع وتشوف شباب على يمينك لازم تطق هرن وتسلم حتى لو ما تعرفهم. اذا حد بيطلع في الشارع وتسمح له يطق هرن ويسلم عليك حتى لو كانت سيده تشكرك. ثقافة الشكر عندنا، ثقافة الاعتذار عندنا، ثقافة الهدوء وقربنا من الماء. الإنسان البحريني يعني عنده قدرة عالية جدا على التكيف مع الحياة، وإنسان مرن جدا جدا بفعل الثقافة اللي موجودة عنده. فنحتاج أن نترجم هذه الثقافة إلى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يجب أن نطلع فيها كنماذج عندنا هذه الثقافة، ثقافة المرونة، التكيف، الشكر، الامتنان، كل هذه الأمور. سبحان الله، الله يبارك في هاي المجتمعات اللي عندها هذه القيم. شوف المرأة البحرينية من أيام الغوص وهي قيادية. الرجل عندما كان يدخل إلى الغوص 4 شهور، من كان يربي العيال؟ من كان يقود المجتمع؟ لو كانت المرأة البحرينية في ذاك الوقت غير قيادية وغير ممكنة للمجتمع اللي انتهى من زمان. بل يقولون أن بعض القصائد اللي كانوا يغنونها النهامين في البحر كانت تكتبها السيدات من شوقها حق زوجها، تكتب قصيدة كلها شجن فيغنيها. يعني قال لي أحد المؤرخين هالكلام، المرأة البحرينية من زمان متقدمة وداعمة للرجل حتى في ريادة الأعمال. يعني النواخذ الأول ودخول البحر هو نوع من أنواع ريادة الأعمال، فكانت المرأة البحرينية واقفة إلى جانب الرجل. لا لا لا, لا, لا. أنا واحد قاذف أفكار، يعني قط أفكار معينة. لا، اليوتيوبر اليوم مو بس البحريني، اليوتيوبر العربي وعلى اعتاب العالمية في نظري أنا عمر فاروق. عمر براند بحريني عربي يجب أن نحافظ عليه، يجب أن نحافظ عليه. حتى لو مثلا يعني مثلا في فيديو معين أنا نختلف معه، ما يجب أن نسقط عمر، لأن اليوم عمر أصبح نموذج بحريني نفتخر فيه. وأنا هاي الولد أدعمه حقيقة من زمان، يعني وأشوف فيه فرصة أكبر إن شاء الله. أتمنى يوما ما يعني عقب 5 سنوات أسمع مثل ما كان في عمر شريف ممثل عربي عالمي، أيضا يكون عندنا عمر فاروق يوتيوبر عربي عالمي. والدي الله يعطيه الصحة والعافية، من عقب أبوي أنا بالنسبة لي يعني الشيخ حسام بن عيسى. يعني يوما مثلا يعني وجود لك والد، وجود لك شخص تعزه مثل الشيخ حسام بن عيسى، يعني تحس أنه عندك ظهرك إنه لما بتخطئ في حياتك تعرف من اللي بيساعدك، من اللي بيشيلك، من اللي بيسندك، من اللي بيحتويك. ترى الأبو والسند في الحياة يعني قيمة عليا، مفروض واحد ما يخسرها يعني.